بسم الله الرحمن الرحيم. كل عام وانتم بخير يا شباب. نرحب فيكم في مساق برمجة 2، برمجة الوساطة 2. في هذا المساق احنا حنكمل المواضيع اللي احنا اخذناها في برمجة 1. فممكن انه على نفس المدونة على الوورد بريس، انه انت ممكن تطلع على الكورس اوتلاين. الكورس اوتلاين في عنا عدة مواضيع. طبعا نفس الكتاب ونفس ال السلايدات. بالمناسبة الكتاب اللي احنا معتمدينه بذكركم انه هو بايثون فور ايفريبادي. هذا الكتاب متوفر بشكل الكتروني لانه هو يعني متاح تحت المشاع الابداعي. طبعا شكرا للكاتب تشارلز سيفيرانس لإتاحته الكتاب بشكل كرياتيف كومون، بحيث انه هو يكون متاح للجميع انه هم يستخدموا هذا الكتاب. طبعا الواضح من الكتاب زي ما حكينا في برمجة واحد انه برمجة البايثون فور ايفريبادي، بايثون للجميع. معنى ذلك انه كل الجميع عندهم القدرة انهم يتعلموا من هذا الكتاب بغض النظر عن المستوى تبعهم. طبعا هذا الموقع تبع الكتاب، وهي نسخة البي دي اف تبعته، وهذا انه ممكن انت تنزله على شكل اي بوب. فبالتالي لو كان عندك تابلت او موبايل انه انت ممكن تتصفحه على الموبايل فون. بالنسبة للمواضيع احنا حنعمل مراجعة لكل المواضيع بشكل سريع. طبعا لكل المواضيع احنا اخذناها في برمجة واحد، بتشمل المتغيرات variables expressions تعابير الرياضية decision اللي هي الكنترول ستراكشر، الاف والالس والاف الس، الوان واي ديسيجن، تو واي ديسيجن، ثري واي ديسيجنز، اللوبس سواء كانت فور او وايل، الفانكشنز، واخر حاجة احنا اخذناها السترينج بروسيسنج. بعد ما نخلص هاي المراجعة ان شاء الله نبدا في المواضيع على هذا الترتيب. حنحكي على الفايلز، حنشوف كيف انه احنا نتعامل مع الملفات سواء كان قراءة او كتابة. تمام، انه احنا نقرا بدل ما تكون انا عندي المدخلات من الكيبورد والطباعة على الشاشة، فبالتالي المدخلات بدها تكون من ملف، والمهرجات بدل ما انا اطبع على الشاشة حتكون على ملف. تمام. بعد هيك انا عندي ثلاث مواضيع، هدول اللي هم الليست والديكشنريز والتابلز. هدول الكوليكشنز في البايثون بنسميها التجميعات. انه انا فكرة التجميعات انه انا بدي احتفظ في لاكثر، بدي احتفظ باكثر من قيمة في متغير واحد. تمام. فالليست احنا اخذناها سابقا بس حناخدها بشكل موسع الان. الديكشنريز حناخدها والتابلز، وحنشوف ايش الفروقات بيناتهم. بعد هيك حنحكي عن regular expressions، التعابير النظامية. regular expressions بالمناسبة هي عبارة عن لغة ستاندرد، ممكن تستخدمها مع اي لغة برمجة. احنا حنستخدمها هنا في هذا الكورس مع البايثون. انت ممكن تستخدمها مع الجافا، مع البي اتش بي، مع اي لغة برمجة انت بدك اياها. انت لو تعلمت السينتاكس تبعها، السينتاكس نفسه ممكن تستخدمه في اكثر من لغه. الوظيفه الرئيسيه تبعته انه انت بتقدر تستخدمه انه انت تعمل string matching، او انه انت تبحث في النصوص. فبالتالي بمكنك انه انت تسوي عمليات متقدمه. لو انت مثلا عندك في الويب سايت بدك تبحث عن شغله معينه، ممكن تستخدم regular expressions بحيث انه انت تحسن نتائج البحث. فبالتالي لو انت تعلمتها حتكسبها، لانه انت حتاخذ بعد هيك ان شاء الله عندك تطوير الويب واحد، تطوير الويب اثنين، حتاخذ فيها بي اتش بي اكيد بطبيعه الحال، او بغض النظر عن البي اتش بي ممكن تاخذ اي لغه لها علاقه بالويب، وممكن تستخدم معها هذه اللغه اللي هو الريجولار اكسبريشنز. بعد هيك ان شاء الله حنبدا نحكي على الاوبجكت اورينتد بروجرامينج، وهذا هذا 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 عباره عن اسلوب في البرمجه، واسلوب يعني تقدر تقول انه هو معياري متبع عالميا في البرمجه. الميزه الاساسيه تبعته انه انت بدك تصير تركب اكواد على بعض، بحيث انه انت تسوي شغله على الانتربرايز ليفل او على مستوى شركات، انه انت تعمل برامج متطوره اكثر. يعني اشبه لك الموضوع انه انت الان في تصنيع السياره، كيف بنصنع السياره احنا؟ انه انت بتجيب الهيكل، بتركب لها المحرك، بتركب العجلات، بتركب الكابينه اللي جوا،
الكراسي تبعتها وبعدين بتركب نظام الفرامل، فبالتالي انت بتركب اشياء مع بعض، بنفعش انه انت تصنع السيارة هيك دفعة واحدة. وهذا اللي احنا حنسويه في تصنيع البرمجيات. يفترض انه انت في تصنيع البرمجيات لما بدك تسوي برنامج زي كأنه انت بتصنع برنامج، لازم انه انت تركب اكواد على بعض، فطريقة تركيب الاكواد لازم انه انت تغلفها في اوبجكتس، في كينونات، فبالتالي انه بيصير انه هذه الاوبجكتس انه انت بتركبها على بعض انه تتفاعل مع بعض. فبالتالي التفكير تبعنا انه هو حيختلف. يعني على سبيل المثال انه انت بدك تيجي تبرمج قلم مثلا، القلم هذا بدك تفكر فيه كأوبجكت، ككينونة مستقلة في حد ذاتها. ايش يعني لما تصير تفكر فيه ككينونة؟ معنى ذلك انه انت بدك تفكر في شغلتين، انه في له خصائص وفي له سلوك behavior او بيسوي اكشن. ايش الخصائص تبعت القلم؟ لا هذا behavior action، الكتابة behavior action، انا بحكي خصائص بالضبط، نوع القلم، لون القلم، قديش عرض الخط تبعه، ايش النوع تبعه، هل هو قلم لوح ولا قلم حبر عادي، هذا خصائص ثابتة فيه. طيب ايش البيهيفيور تبعه، ايش السلوك، ايش الاكشنز اللي ممكن يسويها؟ بكتب، برسم، وفي عندك نوع من الاقلام انه هو نفس القلم ممكن تمسح فيه. تمام، انت نفسك كطالب لو فكرنا فيك ككينونة، ايش الخصائص تبعتك؟ لا هذه خصائص الشخص، انا بحكي خصائص الطالب. اسمك، رقمك الجامعي، تخصصك، معدلك التراكمي. طيب في عندك كينونة اعلى من الطالب اللي هي كينونة عامة، شخص، الشخص هذا ممكن يكون طالب وممكن يكون مش طالب، صح؟ ايش الخصائص تبعته؟ اللي هو الكلام اللي انت كنت تحكيه، اللي هو طوله ولون شعره وعامل شعره هيك ولا مصفته هيك يعني. بالإضافة لإيش البيهيفيور اللي بيسويه؟ بيمشي، بيأكل، بينام، ببرمج، بيلعب. تمام؟ طيب فهي مفهوم. يعني أنا في عجلة حاولت أن أنا أنقلك للتفكير الأوبجكت أورينتد، أنه أنت بدك تصير تفكر في كل حاجة أنه هي عبارة عن كينونة وإلها شغلتين، خصائص وبيهيفيور. بعد هيك إن شاء الله بدنا نتوجه لبرمجة الويب. طبعا برمجة الويب يعني كان سابقا أنه بيعطى في هذا الكورس برمجة أنه Graphical User Interface، أنه برامج أنه تصمم واجهات على الديسكتوب. وفي الحقيقة أنه عصر الديسكتوب راح خلاص، يعني برامج الديسكتوب يعني بطلت أنه يعني زي أول. يعني الآن التطبيقات يا إما موبايل أو ويب، يا إما موبايل أو ويب. فبالتالي إنه أنا شفت إنه من الأفضل إنه إحنا إيش نسوي، إنه إحنا أعطيكم برمجة إنه أنت تقدر تسوي تطبيقات على الويب. تمام، طبعاً إحنا في عنا أكثر من فريمورك للويب، أشهرها الفلاسك والجانجو. طبعاً حصتهم في السوق بتقدر تقول إنه 50-50، يعني نص بالنص، يعني نص المواقع فلاسك ونص المواقع جانجو. طبعاً هذا كلام حسب تقرير الجيت برينز، أو الجيت برينز اللي هي اللي عملت الاي دي تبعت البي شارم أو الباي شارم. تمام؟ طبعاً كسهولة مين أسهل من الثاني؟ الفلاسك أكيد بطبيعة الحال أسهل بكتير من الجانجو، وهو مناسب إلنا كبرمجة كمستوى أول إنه إحنا ندرسه ونعمل فيه تطبيقات ويب. طبعاً يعني تطبيقات ويب حتكون تطبيقات مبسطة، يعني سابقاً بدل ما إحنا كنا نأخذ مدخلات من الكيبورد ونطلع الأوتبوت على 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 السي أم دي، حيصير إنه إحنا نعمل واجهة التطبيق على الويب، وحنعمل باتون وحنعمل مينيو يعني كومبو بوكس وشغلات زي هيك، إنه أنت تقدر من خلالها تحدد المدخلات، والنتيجة بنروح بنعملها برضو على الويب، إنه تطلع النتيجة على البراوزر بدل ما كانت على السي أل آي. تمام؟ طبعا هذه هي المواضيع اللي احنا حناخدها على الكورس. طبعا بطبيعة الحال انه المصادر تبعت الكورس موجودة على المودل، بالإضافة انه الأكواد الأمثلة السابقة اللي انا حضرتها موجودة على الجيت هاب.
طبعا بخصوص الادوات اللي انت بتلزمك، احنا في عنا البايثون طبعا بطبيعه الحال اكيد انه هو موجود عندكم، والفصل الماضي احنا اخذنا البايثون بس اخذنا عفوا البيشارم بس اخذنا البيشارم الكوميونتي اديشن. حنحتاج في الفصل هذا البروفيشنال اديشن. البروفيشنال اديشن طبعا انت ممكن تحصل، هي مش مجانيه بس انت ممكن تحصل على لايسنس مجانيه كطالب، انه انت تدخل على هذا الرابط اللي هي موضح على الشاشه و و و وتحط ايميلك الجامعي، بتحط ايميلك الجامعي بتحصل على الاكاديميك لايسنس. تمام، بتحصل على كود التفعيل، فبتاخده وبتحطه بكود التفعيل. يفضل انه انت تاخذ النسخه المرخصه هذه، لانه ما دام انه البديل متاح ليش انه انت تروح على البرامج المقرصنه، لانه اللي بيعمل كراكس للبرامج بيعملوش كراكس للسواد عينيكم، لازم تكون عارف هاي المعلومه، تحتوي على برمجيات ضاره. تمام، فيفضل انه انت تستخدم هذه النسخه. طبعا الاستاذ المعمل حيورجيكم كيف انه انت تعمل اكتيفيشن او انه انت تحط تحصل على الاكاديميك لايسنس. بالاضافه لذلك احنا حنشتغل على بيئه جديده اللي هو جوبيتر لاب، حلقيت حورجيكم اياه لما نبدا المراجعه ان شاء الله. الان بخصوص توزيع العلامات اعتقد انه هي موجود هنا. طبعا في عنا المعمل 25%، الامتحان النصفي 25%، الكويزز حيكون اكيد بطبيعه الحال في عنا كويزات عشان انه انت تتمرن وبدك توليها عنايه، لانه انا بكرر مره ثانيه برمجه بدها ممارسه يا جماعه، انه انت تترك الموضوع لقبل الامتحان ما بيمشي الحال، لازم ممارسة، لازم انه يعني يوميا او يعني على الاقل اسبوعيا انه انت تقعد ساعات محددة انه انت تبرمج نفسك، انه انت تمارس البرامج. وهذا الكلام انا حجبرك انه انت تسويه من خلال كويزات، انه انت تبرمج في البيت. المعمل ما بيكفي انه انت تبرمج في المعمل وتقول انه خلاص انه انا يعني مارست البرمجة، ما بيكفي، لازم انه انت تبرمج في البيت. ايش المشكله؟ ما هذا الكلام يعني انه يعني كان يدرس في البرمجه لسنوات عديده وما كانش في اي اشكاليه، فبالتالي لا مش مشكله، مش مشكله هذا الموضوع. هيكون نظام الكويزات والاسايمنت عمود زي الفصل الاول؟ نعم. الامتحان النهائي طبعا بطبيعه الحال 40%. هيك انه موزع النشاطات انت عندك، خلي بالك انه حاول انه انت تركز في هذا الموضوع، يعني بحيث انه النشاطات او العلامات موزعه في اكثر من نشاط، بحيث انه لو صار لا سمح الله معك مشكله في شغله معينه في نشاط معين، انه باقي النشاطات انه هي بتشيلك، بدل ما تكون موزعه في شغله يعني واحده، لو صار في عندك مشكله فيها لا سمح الله بيكون انه انت يعني في عندك مشكله كبيره في الكورس بتصير زي هيك. تمام. طيب نيجي الآن للجيبتر. طبعا الجيبتر هذا عبارة عن بيئة جديدة في البرمجة، وإحنا حناخد المراجعة، هذه المراجعة باستخدام الجيبتر. طبعا أنت عشان أنه أنت تنزل الجيبتر عندك التعليمات هيها موجودة هنا، طبعا بطبيعة الحال في عندك في البايثون في عندك مكتبات، احنا ما اخذناش الفصل الماضي مكتبات، في عندك مكتبات. المكتبات بدي اياك تفكر فيها ببساطة انه هي زي التطبيقات الموجودة في متجر جوجل او في متجر الاي او اس، الاب ستور، الايتونز، انه هي يعني مكان موجود فيه كل المكتبات وانه انت بتنزل منه. هذا المكان ايش اسمه؟ بايثون ممكن احط لك الرابط هذا اللي هو بي واي اي، هذا الرابط انا احط لك اياه. بي واي بي اي بايثون باكيجز، هذا الموقع. فبالتالي بتطلع انه انت قديش كم عندك بروجكت،
تمام. في عندك 216 ألف بروجكت، معنى ذلك أنه عندك 216 ألف مكتبة. وأكم ريليس فيها؟ كل المكتبات هذه مجموعة ريليسز تبعتها، الإصدارات يعني، مليون، أكثر من 1,600,000 ريليس. يعني على سبيل المثال أنه أنت ممكن تدور على مكتبة في مجال معين، هنا على سبيل المثال تكتب image processing، تبحث عنها. في عندك هاي المكتبة مثلا أنه image processing module for جيا بوت. في عندك هنا processing using for mimic handling thread module text processing useful imaging processing util using below. هذه مكتبة مشهورة، فممكن تضغط عليها زي هيك. بقول لك كيف انه انت ممكن تنزلها، هاي الكوماند، وهي في عندك زر هنا للنسخ، تاخده زي هيك وبتفتح السي ام دي انت عندك هنا، عفوا السي ام دي العادية، تمام، لصق للكوماند زي هيك، انتر، بروح بينزل لك هاي الباكج بشكل اوتوماتيك. طبعا الباكج هذه لو في باكجز تانية انه بتعتمد عليها او مكتبات تانية بتعتمد عليها لوحده بينزل لك اياها. طبعا ممكن يطلع لك هاي الرسالة انه بقول لك انه البيب فيرجن اللي انت بتستخدمها هيها 19.2.3 واحدث نسخة احنا عنا قديش 20.0.2. فعشان تعمل ابديت للبيب نفسها، خلي بالك انه الكوماند انه انت عشان تنزل اي شغلة تكتب pip install وهنا بتحط اسم المكتبة ببساطة. يعني انت اي مكتبة انت بلزمك بس جيب اسم المكتبة وكيف بتنزلها، بتفتح السي ام دي وبتكتب pip install اسم المكتبة. طبعا البيب هذه نفسها محتاجة لتحديث، فكيف تحدثها؟ هي وقال لك انه انت مش حاصل على، ما عندكش اخر نسخة، النسخة اللي عندك 19 واخر نسخة احنا عندنا 20، فكيف تعمل ابجريد؟ بقول لك خذ هذا الكوماند زي هيك، تعمل له نسخ، تمام، وبتحطه هنا لصق، فبعمل لك ابجريد للبيب نفسها. تمام، هيك خلص. طيب نرجع للجيبتر. الجيبتر يعني بعد ما عرفنا انه احنا في عنا مستودع للمكتبات تبعت البايثون وهي الويب سايت تبعه، تمام، ف انه يعني ممكن تبحث على اي شغله بتخطر في بالك، بدك ايش تسوي، يعني بدك مكتبه تعمل لك اي حاجه، تمام، فبتبحث عليها هنا وبتشوف انه انت كيف ممكن انه انت تنزلها وكيف انه انت تتعامل معها. طبعا تتعامل معها بدك تقرا الدوكيومنتيشن هنا. الدوكيومنتيشن موجود على هذه الستاتستكس Imaging processing for Django، هذه latest version، هذه المكتبة فيش فيها documentation. لكن لو على سبيل المثال إنه بدي أدور على مكتبة للword cloud، إيش الword cloud يا شباب؟ كيف؟ سحابة الكلمات. إيش هي سحابة الكلمات؟ أورجي لك إياها كيف شكلها. إيش زي هيك؟ إنه أنت تدي له ملف نصي في مجموعة من الكلمات، بروح برسم لك إياها زي سحابة زي هيك. والسحابة هذه ممكن تأخذ أشكال معينة، يعني أنت ممكن تقول له إياها إنه بدي إياها على شكل فراشة، فبالتالي أنت بتدي له زي ماسك، بقول له وصفت لي الكلمات هذه كلها على شكل فراشة زي هيك، تمام. فهذه المكتبة أنا بدي في البايثون أنا أسوي شغلة زي هيك، فبروح بدور هنا على الوورد كلاود، بدور على مكتبة مناسبة، هذه ترانسليتور، create word clouds from google search term، هاي هذه زي هيك، تمام. طبعا هذه موجودة هيها على الجيت هاب، هاي الرابط تبعها،
تمام. هذا في شيء لها documentation، ممكن تشوف مكتبة تانية لها documentation. port embedder. هنا بدي أحدد له text. word cloud. text visualization. هذه المكتبة. هذه موجودة على الجيت هاب. هاي الدوكيومنتيشن تبعها، هاي بورجي لك كيف تعملها انستول، كيف تستخدمها، بتعمل امبورت، بتروح بتعرف اوبجكت منها، وبتروح هنا بتدي الدايركتوري اللي فيه الملفات النصية، وبتقول له هنا ديسبلاي، فبروح بيظهر لك هذا المظهر زي هيك. تمام. فبالتالي هاي المكتبات انه انت كيف تستخدمها، يعني حسب اي مكتبة انت بتخطر على بالك لاي شغل انت بتحتاجه، فانه انت كيف تقرا الدوكيومنتيشن تبعها. نرجع الان للجوبيتر. الجوبيتر زي ما حكينا انه هو عباره عن بيئه انت من خلالها بتقدر نوت بوك، بتقدر من خلالها انه انت تكتب ملاحظات وتكتب كود في نفس المكان. وفي لها ميزه طبعا، انت عشان تنزله هو بيكون مش نازل عندك، عشان تنزله فبتروح بتاخذ تنسخ هذا الكوماند زي هيك، تحطه هنا، شايف انه هو نزل باكج تانية او مكتبة تانية لانه بيعتمد عليها، فلوحده عرف انه هي مش نازلة، فبالتالي انه هو بروح منزلها. فالفكرة في الجوبيتر انه انت بتقدر تكتب كود وملاحظات في نفس الوقت. فيعني خلي قبل ما هو ينزل اوضح لك مفهوم ال HTML، لانه بدنا ناخذ الفرق بين المارك اب والمارك داون لانجويج، اللي هو هنا المارك اب والمارك داون. ايش المارك اب لانجويج؟ المارك اب لانجويج اللي هي ال HTML، الهايبر تكست مارك اب لانجويج. مارك اب لانجويج ايش معنات مارك اب لانجويج؟ المارك اب لغه انه انت بتدي تاجز، بتدي ماركس، علامات، بتحط علامات. ايش معنات انه علامات؟ انه النص هذا عبارة عن عنوان، هذا النص عبارة عن نقاط، هذا عبارة عن تيبل زي هيك. فبالتالي انه انت بتيح لك انه انت تعمل تاجز زي هيك. فاحنا ممكن نعمل بشكل سريع هنا على الدوكيومنتس مثلا، و نعمل مجلد جديد للبايثون، وهنا نعمل ملف عادي page.html. بس بدي اعمل رينيم للفايل لانه امتداده ثواني بس. تمام. حقيقة هذه عبارة عن صفحة ويب. تمام. اسمها page.html. افتحها بالبراوزر، دبل كليك، فاضية. فبدنا نكتب HTML. HTML markup language. بدي أقول له خلي بالك هذا عبارة عن HTML document. فبفتح زي هيك تاج HTML وبسكره طبعا بطبيعة الحال. معنى ذلك انه اي حاجة بين هذا التاج، هاي بدايته وهي نهايته، بيكون هو عبارة عن HTML document بهذا الشكل. بعد هيك ايش هنا بيكون في عندي؟ head وبنسكر الhead اللي هي الترويسة.
من عندي. نعم. وبعدين انت عندك بودي. تمام؟ في الهيد انت ممكن تعمل تايتل. هنا جوات الهيد. ثواني بس. فبنقول انه ويلكم تو ماي سايت. وهنا بنسكر التايتل. البادي بدها تسكيرة التاج، فهي بعمل سيف للفايل. وتعال هنا في الويب سايت، شايف هنا في عنوان؟ ما فيش عنوان. بعمل ريفرش، شايف هنا صار ويلكم تو ماي سايت فوق، فبالتالي صار في تأثير. الآن خليني أعدل مرة تانية. بدي أجي هنا في البادي وأحكي إنه أنا بدي أحط عنوان. كيف بحط عنوان؟ إيش التاج؟ H1. فبحكي إنه ويلكم to Python and HTML، وهي H1. شوف التأثير تبعه. هاي ريفرش، شايف صار أنا عندي صفحة ترويسة. ممكن تعمل كمان ترويسة زي هيك H2. كمان نفس المستوى H1، إنه welcome to my course، برضو H1. ممكن تعمل مستوى تاني، هنا بنحط جوبيتر. هغيره الآن، بس أنا بعدل في النص جوا. وهنا بحط H2، H2. I save. وهنا شايف هذه نفس مستوى هاي، هذه مستوى أقل، وممكن تعرف H3، H4 زي هيك. طب بدي أعرف باراجراف بالضبط. تعمل باراجراف إنه Python is cool. هاي بتسكرها، فبالتالي بتشوف تطلع عليها نص عادي. كنت أعرف باراجراف تانية برضو نفس الفكرة. هذا هو مفهوم المارك اب لانجويج. ايش مفهوم المارك اب لانجويج؟ ببساطه انه انت عندك نصوص، كل نص بتروح بتحط عليه مارك، انه هذا عنوان، هذا ترويسه، هذا نص فقره عاديه زي هيك. هذا هي المفهوم تبعها بالضبط. تمام. في المقابل انا في عندي مارك داون. المارك داون هي خلص انا عندي التنزيل الجوبيتر. تمام. ساعتها بقدر ابدا الجوبيتر تبعي. طبعا انا بدي اروح وين؟ أغير المسار تبعي هنا للمسار هذا، فبالتالي هذه الخطوة هي مسجل لك إياها هنا. بتعمل CD للدايركتوري تبع المجلد أو المشروع تبعك زي هيك. هيو CD، حطيت هذا المسار. تمام. بدي أعمل تحويل للسي أول، هيك تحولنا للمسار. بعدها بتروح بتنفذ هذا الكوماند. إيش هو؟ هذا هو جوبيتر لاب. ايش بتلاحظ؟ شغل لك صفحة على البراوزر. تمام. تقدر من خلالها تسوي شغلة اسمها نوتبوك، بايثون نوتبوك. ايش الميزة تبعت البايثون نوتبوك؟ هي انا بدي هاي البيج دوت اتش تي ام ال موجودة عندي، انا موجود في نفس المجلد. فبعمل بايثون نوتبوك، هيو عمل لي اياه هنا. بعمل له رينيم، بكتب نوت بوك واحد. تمام. هيو موجود هنا، شايف الامتداد تبعه اي بي واي ان بي، انتراكتيف بايثون نوت بوك اي بي واي ان بي. تمام. الميزة في هاي النوت بوك انه انت بتقدر تكتب كود، انه بقسم لك اياه لسيلز، بتقدر تكتب كود، والكود هذا انه انت بتنفذه، ما فيش داعي انه انت ترجع تنفذه مرة تانية. يعني على سبيل المثال بقول له برنت هلو، بتنفذها هيو زر تبع البلاي بهذا الشكل. تمام.
هاي يطبع لك إياها. هلو هجيت أنت فتح لك سل جديدة، هاي السل رقم واحد، هاي الكود تبعها وهي الناتج تبعها، فتح لك سل جديدة. السل الجديدة إنه على سبيل المثال بدك تعرف متغير 10، وهنا بتقول له print x بقيمة ال x زي هيك. هاي run إيش عمل؟ عمل run لهاي السل بس. لو أنا الكلام هذا موجود، لو على البي شارم كان إيش اضطريت إن أنا أسوي؟ إنه نعيد تشغيل البرنامج كله عشان أشوف الناتج تبع الكود الجديد. لكن هنا كل سل مستقلة لوحدها إنه أنت قدرت إنه أنت تنفذها، تمام؟ فهذه ميزة أنا عندي إنه أنا أقدر أبرمج. بالإضافة لذلك إنه هذا الكلام بيشتغل على البراوزر، معنى ذلك إنه بمكنك إنه أنت تعمل بايثون نوت بوك على الكلاود. فيش داعي إنه أنت يعني تشغل البايثون على الجهاز تبعك، بيكون على سيرفر برا إنه أنت بتقدر تشغل أكواد البايثون عليه، تمام؟ السيلز أنا عندي مقسمة لنوعين، كود هاي نوعها كود، وهذه السيل كود، وهذه السيل كود. ممكن أغير النوع تبعها لإيش؟ لمارك داون. هذه السيل تغيرت نوعها، شايف كيف بتغير معايا؟ هذه كود، كود هنا مارك داون، تمام؟ يبقى السيلز أنا في عندي نوعين من السيلز، كود ومارك داون. كود بتكتب فيه كود بايثون، والمارك داون لا مش HTML، هذه مارك داون مش مارك اب. يعني بدك تعمل H1 ببساطة ايش بتروح بتسوي؟ هاشتاج، هذه علامة السلم، وهنا بتحكي انه ويلكم تو جوبيتر. شايف كيف صارت انه ترويسة كبيرة؟ هيك انا عملت لها ران، صارت انه الناتج تبعها زي هيك. كيف بدك ترجع تعملها ايديت؟ بتعمل عليها دبل كليك. طيب بدي اعمل اتش 2، كيف؟ اثنين سلم ببساطه، بتحكي هنا انه مارك داون از كول، بشغلها طبعا بشغلها كنترول انتر، او بتروح هنا كيف؟ المارك داون الجوبيتر بدياك انه انت تتعرف على البيئة الجديدة. هذه البيئة الجديدة انه الميزة تبعتها انه انت كل كود انه انت بتشغله، مفيش داعي انه انت تشغل البرنامج كله، فبالتالي انت بتقسم البرنامج تبعك لخليات، وكل خلية انه انت بتشغلها لوحدك. وفي عندك نوعين من الخلية، اللي هي خلية كود وخلية مارك داون. خلية المارك داون ايش بتسوي فيها؟ بتكتب فيها ملاحظات، يعني بتقول انه انا باجي بشرح لك انه ايش تعريف الفاريابل. يعني على سبيل المثال انه هنا هذه بدي اغيرها ل مارك داون، واجي اقول لك انه الفاريابل هو عبارة is a place is a name of a place in memory. فأنا شرحت لك إيش هو تعريف المتغير، وممكن أسوي لك إياه زي هيك، إنه أكتب بالعربي إنه المتغير هو عبارة عن اسم مكان في الذاكرة. طبعا عشان انا اتعامل فيه مع يعني اخزن فيه المتغيرات هذه واستخدم فيها القيمه، فبالتالي هاي الشرح زي هنا زي هيك، هاي شغلته، شايف كيف انه حط لي اياه زي هيك. وهنا بروح بعمل كود بقول انه اكس بتساوي 10، انه هذا عباره عن فاريبل. اوعك تتلخبط بين السلم في خليه الكود والسلم في خليه المارك داون. السلم في خليه المارك داون ايش معناته؟ H1، والسلم في خلية الكود معناتها comment، تمام؟ طيب لما أقول variable متغير وهو عبارة عن اسم مكان في الذاكرة، إيش معنى ذلك؟ إنه القيمة بتتغير. يعني هاي X 10، هاي Brent X
ببساطة بنغير القيمة x بتساوي 20 print x. فبالتالي فعليا هو نفس المكان في الذاكرة ولكن القيمة متغيرة، عشان هيك نحن بنسميه متغير. واضح ايش معناته؟ انه انا بحط لك الشرح والكود في نفس المكان. هاي ميزة الجيبتور، هاي ميزة الجيبتور، واحنا حنشتغل عليه وبدك تتعود عليه تمام في كتابة الأكواد. طيب نرجع على المارك داون. هنا يبقى في المارك داون احنا ايش اخذنا لغاية الآن؟ اتش 1 و اتش 2 اللي هو سلم واثنين سلم. طب بدي اعمل نقاط في ال HTML، كيف لما بتعمل نقاط؟ ordered list بالضبط، وبتعمل list item صح؟ خلينا نرجع نعملها هنا هنا. فبدنا نعمل ordered list وبتسكر هاي list ordered list، وجواتها ايش بتعمل؟ list item ال i ستيب واحد اعمل كذا كذا كذا، انه داونلود انستولر مثلا، وبتسكر الليست ايتم كمان ليست ايتم ستيب 2 ران انستولر مثلا، تسكر ال اي. طبعا بطبيعة الحال في عندك اديتور بتمكنك انه تكتب يعني نص فورماتد انه HTML بشكل اسرع من هيك، بس انا بوضح لك الاساس العلمي تبعها انه هي عبارة عن تاجز تمام. شايف الليست ايتمز هذه زي هيك، هي بدي ارجع لك هنا على البراوزر واعمل ريفرش. شايف هاي النقاط قديش تخلبت لما عملتها؟ افتح تاج سكر تاج، افتح تاج سكر تاج، بينما هذا في المارك اب HTML هايبر تكست مارك اب لانجويج. اما في المارك داون ببساطه ايش بدنا نسوي؟ واحد داونلود انستولر، اثنين ران انستولر. طب بدي اعمل نقاط نجمه بالضبط. فبالتالي المارك داون بمكنك انه انت تعمل فورمات التكست اسهل بكتير تمام. فبالتالي انه هنا انه نكتب النقطه الاولى انه define variable، النقطه الثانيه انه print variable زي هيك. هذه سيف وهي ران. شايف كيف عرف لك اياهم كنقاط انه واحد واثنين، وشايف كيف هنا عمل لك اياهم كنقاط انه ان اوردرد ليست. التعامل معاه سهل جدا تمام في المارك داون. طيب بعد ما شفنا ايش معنات الجيبتور نبدا في المراجعه. المراجعه خلينا نبدا في مراجعه الفاريبلز، وهذا الكلام وين حتلاقيه؟ حتلاقيه لينك هنا هاي الفاريبلز. زي ما انت شايف هذا عبارة عن نوت بوك بالضبط. خليني افتح لك اياه من الجيت هاب اللي عندي احسن. انا عندي اياه وين؟ هيو variables، هيو عبارة عن notebook. افتحه زي هيك. في الجيت هاب في عنده الامكانية انه هو يعرض لك اياه. شايف هذا عبارة عن notebook شغلته من العام الماضي، والنتيجة الضايلة محفوظة. يعني هاي الاكس، هيو print y بطلع لك ايرو، هاي y بتساوي 20 print y هي 20. ما فيش داعي انه انا ارجع اشغل مرة تانية. وهذه برضو ميزة ثالثة ممكن ان انت تضيفها لمزايا النوت بوك. يبقى النوت بوك هو عبارة عن مكان ايش بتسوي؟ بتكتب فيه كود، بتكتب فيه نوتس، والنتائج بتكون محفوظة فيه. ما فيش داعي انه انت ترجع تشغلها مرة تانية. لو الكلام هذا في البيشان بتضطر انه انت ترجع تشغله مرة تانية. طيب
شو تعريف المتغير؟ Python variables and expressions. الـ variables هي عبارة عن names لـ places في الميموري، أسماء لأماكن موجودة في الذاكرة. وبما أنه variable متغير، معنى ذلك أنه الـ value تتغير. تمام؟ معنى ذلك أنه إحنا لو بدنا نطلب أنه إحنا نحجز مكان في الذاكرة اسمه X ونحط فيه القيمة 10، ببساطة بقول X بتساوي 10. هل في داعي أنه إحنا نحدد الـ type؟ طبيعة الحال حكينا أنه لا، لأنه البايثون لوحده بيعرف التايب أنه هذه القيمة عبارة عن انتجر، فبالتالي التايب تبع الإكس بيكون انتجر. طيب هل بتقدر أنه أنت تستخدم متغيرات بدون ما أنت تعرفها بالأول؟ لا بطبيعة الحال. لو أنا قلت له هنا print y، لازم أعرف الواي قبل ما أنه أنا أستخدمها. أنت بتقول لي يطبع الواي، الواي مش معرف هذا المكان في الذاكرة، فايش بروح بيطلع لك؟ name error. شايف انه حتى الايرور بيضلوا هيو محفوظ، انه طبعت الواي يبقى هنا نيم ايرور لانه الواي مش معرفه، فبالتالي هيو نيم ايرور واي از نوت ديفاين. بنعرفها واي بتساوي 20، بعديها برنت الواي هيك اوكي ما فيش مشاكل. تمام، هذا الكلام انت ممكن تطبقه هنا. بدي ارجع على النوت بوك تبعي هيو، تمام، وممكن احكي انه احنا معرفنا الاكس، اكس بتساوي هيك، طلبنا انه احنا نحجز مكان من الاكس بتساوي 10، وهي برنت للاكس، وبعديها واي اكس بتساوي 20 لانه بدنا نغير القيمه، برنت واي عفوا برنت اكس هنا، تمام، هي 10 20 لنفس المتغير اكس. ممكن بالمناسبة زي البايثون انتراكتيف ليست انه انت تطبع بدون برنت، بس بتقول الاكس زي هيك بروح بطبع لك الفاليو تبعتها. طيب انا بدي اعمل خلية جديدة، هاي بعمل على هذه البلس، بروح بعمل لي خلية جديدة واقول برنت واي، بشغل نيم ايرور، الايرور هذا بدخلي لك اياه عمدا، تمام، هنا واقول y بتساوي 30، ساعتها برنت للواي، فبالتالي انه النتيجه اوكي. تمام، طيب نرجع هنا، اسماء المتغيرات لازم تكون لها معنى. معنى ذلك انه لما اجي اقول هنا a بتساوي 1 2012 أو 19 1 1 2 2، وبي بتساوي أحمد، هذه الأسماء كيف وضعها؟ أو هذه المتغيرات هذه كيف وضعها؟ مش مفهومة، فبالتالي هذه عبارة عن bad names. فهنا شايف بدي أحط لك خلية هنا وأحولها markdown وأقول لك هنا إنه bad variable names، وهنا أشغل لك إياها. شايف كيف إنه بكتب note وcode في نفس الوقت، وأجي أقول لك إنه good هذه بدي أحولها markdown وأقول لك هنا good variable names. ايش الجود انا عندي؟ اقول انه std بتساوي 1 2019 1 1 2 2. واضح جدا انه المتغير هذا هو عبارة عن رقم جامعي لطالب بهذا النظام. std اختصارا لstudent، واذا بدك ممكن تكتبها كاملة student id. تمام؟ وإيش كمان؟ ممكن أنت تقول student name. هذا المتغير كتير مفهوم، لا يحتمل الشك أو لا يحتمل أي تأويل آخر إنه هذا المتغير هو عبارة عن اسم الطالب. بالضبط، أحمد. تمام؟ نرجع للأمثلة الثانية اللي هنا اللي موجودة عندنا في المثال، زي إيش مثلاً؟ car speed، سرعة السيارة، car.
هدول كلهم أسماء جيدة. نيم بتساوي أحمد، أي بتساوي 10، هذه باد نيم. هدول الثلاثة كلهم جود نيم. إحنا حكينا إنه إحنا في عنا شروط لتسمية المتغيرات، ثلاث شروط. إيش هي؟ شايف كيف عملت لك إياها في ordered list أو في numbered list؟ رقم واحد إيش المفروض يكون؟ إنه لازم يبدأ ب underscore أو حرف، منفعش يبدأ برقم. معنى ذلك إنه أنت لما تيجي هنا تقول 3x بتساوي 10، هذا كلام مزبوط؟ لا، error. إيش نوع الإيرور؟ syntax error. تمام؟ إنه syntax هذا مش مزبوط، في إشكالية. يبقى هذا هو الشرط الأول، إنه لازم يبدأ بحرف. تقول x 3 بتساوي 10 أو underscore. هذول الاثنين ما فيش فيهم إشكالية. تمام؟ هذا الشرط الأول. الشرط الثاني إيش هو؟ إنه الـ variables case sensitive. معنى ذلك إنه الـ x capital والـ x small بيختلفوا عن بعض. تمام؟ فبالتالي هنا ممكن انه احنا نعرف متغير x capital x small بتساوي 10 و x capital بتساوي 20. طبعا هنا لما تيجي تقول انه print x و x، هدول two variables مختلفين. تمام؟ والشرط الثالث ايش هو؟ ممنوع يحتوي على special characters. زي ايش مثلا؟ علامة استفهام، علامة الآت، علامة الدولار، كل هاي الأشياء إنه ممنوع إنه هو يحتويها. تمام؟ هذه أمثلة إنه زي ما حكينا إنه هنا syntax error وهذه syntax error، وهذه بتكون محل أسئلة إنه أنت لازم تكون عارف شروط الـ variables عشان تقول إنه هذا الـ variable تمام أو مش تمام. طيب نيجي لموضوع الـ statements. إيش مفهوم الـ statements؟ إنه الجمل. هذه الجملة إيش نوعها؟ assignment. إيش يعني assignment؟ تعيين قيمة في متغير. هاي تعيين واكسبريشن، عملية رياضية، عملية حسابية، اللي هي إنه بده يعمل x زائد 3 يحسب قيمتها، عملية حسابية زائد أول، وبعديها إيش يسوي؟ يعين القيمة أو الناتج في الواي. الاكسبريشنز تعبير رياضي. ايش احنا اخذنا تعابير رياضية؟ انه هذه عبارة عن باور بالضبط، 2 اس 3. 2 اس 3 معناها 2 في 2 في 2 مضروبة في نفسها 3 مرات. تمام؟ واخذنا كذلك المرة الماضية دالة الديف مود. صحيح، بس مرت عليكم انه سابقا دالة الديف مود. دالة الديف مود ايش بترجع لك؟ شغلتين، باقي القسمة وناتج العدد الصحيح. باقي القسمة وناتج العدد الصحيح، يعني ديف مود 23 و 5 فهي 4 و 3. 4 هو عبارة عن الناتج كعدد صحيح وباقي القسمة 3. ليش؟ لأنه هاي بدي أحكي لك، هاي أخذها زي هيك. أول حاجة بدك تعرف إنه 4 أو عفوا 23 تقسيم 5 قديش بيطلع؟ 4 و 6 عدد صحيح وكسور، بيطلعش إنه يعني إنه لأنه 23 يعني مش من مضاعفات الخمسة، فبيطلع 4 وكسور، 4 و 6 من 10. فالآن دالة الديف مود هذا الكلام خده زي هيك، دالة الديف مود ايش برجع لك؟ شغلتين. عفوا هذه لازم تكون كوما. 4 اللي هو ناتج العدد الصحيح هيو. طب وقديش الباقي؟ 3. ليش 3؟ اضرب 4 في 5 20، قديش بضل؟ 3. هاي باقي القسمة، هاي مفهوم باقي القسمة. لأنه باقي القسمة مفهومه إنه يعني إنه بدك تشوف أكبر عدد صحيح بيقبل القسمة عليه وبدك تقسم،
تمام، والباقي خلاص بده يضلوا زي هيك. فبالتالي الباقي أنا عندي 3 4 في 5 ب 24، قديش باقي من 23؟ 3. تمام. طيب هاي بترجع العدد الصحيح لحال قسمة قسمة، وهاي بترجع الباقي لحال. الديف مود بترجع 2 سوا. تمام يا شباب. طيب الآن نيجي للأولويات في الإكسبريشنز. خلينا نحكي على الأولويات تبعت الإكسبريشنز في المحاضرة الجاية، بنرجع بنذكركم فيها بشكل سريع. تمام، وبنكمل بقية المراجعة إن شاء الله. في حدا عنده أي سؤال أو استفسار؟ يعطيكم العافية.